اي دابا راك دوز لكل كرة شعبها بس تقعد تحشي بقيرة هكا الله عاد تعلمت شوية غادي نديك نشري ديك شي بقيرة ولا نشري ديك شي معيزة كاع او دي فين بيتي تسرح هاد الغنيمة ولا هاد البقير انا ما قربع اصطح تغزز لك البريك لا لا عندك هذه فيها الصح اه واش شفتك يوم 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 ماشي اش ترجع لي تقول لي راه قلت لك انا سولتك لا ولدي لا هذا بيبقى هكا غادي هاي انا في البيان ديال السبوت هاي هذا بلاصه هاي البيان ديال السبوت وهنا بيكون هنا نيو بروفيل نيو بروفيل هما هذوك النيو اللي كيجي لاصق فيني مع مع السقف تاتي واحد الديكور زوين هو هذاك تاتي واحد الديكور يا سلام يا والله يسر لي الله يستر الله يستر ما شاء الله يستر والله الا هاد الخشايه كتحسبها بحال بنت كاينه شي مخده اه ياس خدم 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 المره باقي انا قادر بعد خلينا شي تطلعوا صافي بعد خلينا شي تما ديالك سابقين اه فيني داكشي ولا ديال العجنه تكرموا دغيا دغيا اه خفافي دغيا داكشي واخا نطلع الماء خويا الماء لا الماء كاين الروبين انا نجيبو داري لا وهي المخده الزيت انا شزيت تياتي لحظات مميزة توا هيك عندي اه كنعرف واحد بطلع عطاني شي معلومات يعني تحس الخنشة كيفاش كتحل الخنشة مزيان يعني الخنشة كدير بحال هنا هكا واو واو ناري ناري قديدي يا صافي انا ما كان حل خشيت تتعدى لها ولا راه ماشي غير اجي وخلص 300 درهم في الشهر راه باش تعلمت تفتح الخنشة هل انت صعيب انك خلص 300 درهم في الشهر لا صعيب باش تصورها تصورها راه خاصك تبع 3 سنين ست سنين وانت كتخلص 300 درهم في الشهر 300 درهم في الشهر 300 درهم في الشهر واو 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 لمدة 3 سنين هادشي لا ما عندك المنك إلا كان عندك المنك بيخرجوا هذيك الاقتطاعات بيتزادوا لك في يتزاد شي نص ديال العام هكا في 2 ونص ما بقاش هذا تكوين ولا حبس ملي وليتي كتزيد تنقص كما قال لك راسك دابا شوف لا يا صاحبي